لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لو تأملنا جيدا أخي الكريم في تلك الآيات المباركة، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا حال الكافرين وما أعده لهم من عذاب أليم، ثم ذكر حال المتقين وما أعده لهم من ثواب عظيم. يعني بكلمات أخرى، جمع بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. وده ببساطة يرجع لأن النفوس البشرية تختلف وتتنوع. هنلاقي نفوس مهيئة للخير وأخرى مهيئة للشر، نفوس تسعى إلى الحلال وأخرى تغرق في الحرام. وبالطبع ده من بلاغة القرآن الكريم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. حتة لغوية صغيرة، لكن في اللغة حرف عطف واستدراك، يعني لكن ببساطة زي الكوبري أو البريدج، بتنقل المستمع من حكم إلى حكم آخر مخالف له. وخلونا ناخد مثال بسيط علشان نفهم أهمية حرف العطف والاستدراك. لكن لو عند حضرتك ولد مقبل على امتحان صعب وحبيت تحمسه علشان يجتهد ويذاكر، هتقول له لو ذاكرت كويس ونجحت في الامتحان هجيب لك هدية، لكن لو سقطت في الامتحان هعاقبك. وهو ده اللي قلنا عليه قبل كده، الجمع بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. معنى تقوى في اللغة وقاية، لكن المعنى المقصود في الشرع هي أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه. وكيف نتقي الله تعالى؟ ببساطة يكون ذلك بفعل المأمور وترك المحظور. تجد فيها حال المؤمنين ما بين خوف من العقاب ورجاء للثواب ومراقبة لله تعالى في كل حال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. وبكده نكون اتعرفنا على المعنى اللغوي لتقوى الله. واللي يهمنا دلوقتي الجانب العملي، الجانب التطبيقي،
كيف نكن من المتقين؟ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال الحسن: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. وبكده نكون اقتربنا أكثر من معنى تقوى الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وجنات جمع مفردها جنة، والجنة هي البستان العظيم الأشجار الملتف الأغصان الوافر الظلال. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووجه التشابه الوحيد بين الجنة في الدنيا وفي الآخرة هو الاسم. وكما أن الجن مستور عن الأعين والمجنون مستور العقل، سميت الجنة بذلك الاسم لأنها تستر من بداخلها. لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، خالدين فيها خلودا أبديا لا انقطاع له ولا زوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. هو ده معنى الخلود. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ونزلا معناها ضيافة وتكرم، ولك أن تتخيل نزلا من عند الله كيف يكون. وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا من نعيم الدنيا القليل الزائل. هناك نقطة في غاية الأهمية: ليس كل من يتمتع بالدنيا مصيره إلى جهنم، فقد يمتعك الله في الدنيا وينعمك في الآخرة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وحتى إن قدر الله عز وجل للمتقين الأبرار في الدنيا كل بؤس وشدة وعناء ومشقة، فإن هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم منحة في صورة محنة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده المتقين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.